هاني هلا ممتاز. شوف الجو، شوف عالمي، شوف الجو ما شاء الله فيها رش. لا سبحان الله، بسألك عن توقعاتك حالة فيها رش ان شاء الله، الحالة المدارية ان شاء الله. يعني الدوحة سايرة اوروبا، دوحة سايرة اوروبا، صايرة اوروبا. كم يوم الحين صار لنا مع هالاجواء الجميلة هاي؟ اجواء جميلة والله، يعني الامطار خفيفة، اي رش حلوة، براد، الحمد لله رب العالمين. رمضان السنة سهلات سهلات والله، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. غير ما تحس باليوع ولا العطش، ما شاء الله انت راقد طول النهار فاكيد ما راح تحس باليوع. الجو ما له دخل، جو ما له دخل، انت راقد طول النهار فاكيد ما راح تحس. الصبح يا ابن الحلال بداوم، داوم الصبح 8:30. هاني حبيبي، هلا وشعب. الحين بسألك أول شيء سؤال، أنا عندي لك سؤالين. السؤال سألته قبل شوي جاوبني يا جماعة الخير، أنا عندي الإجابة طبعا، لكن سألته عشان أتأكد من معلوماته، لأن ما شاء الله هو يفهم في كل شيء، ما شاء الله ما شاء الله، يعني سبحان الذي وهب هذه الميزة وهذه الصفة. أول شيء لا مو بكل شيء، ما يصير، ما في حد يفهم كل شيء. أنت يعني على الأقل من كل قطرة أغنية عندك، يعني من كل بستان زهرة. يلا أول شيء، أنت الحين كم صار لك موجود في قطر؟ فهل تصلي صلاة جمع وقصر يحق لك، ولا أنت للآن يعني تعتبر مسافر، ولا أنت لا خلاص مقيم؟ لا أنا أصلي مع الجماعة عادي. هذا الشرع شنو؟ الشرع أنك تصلي ما تجمع، تجمع ثلاثة أيام، تجمع ثلاثة أيام، ثلاثة أيام للجمع. لو تعرف معاد سفرك أي بالضبط، خلاص هنا تصلي ثلاثة أيام جمع وقصر، وبعد كده زي إذا أنا جاي أربعة أيام مثلا. حلو، إذا يعني جاي مثلا زيارة إلى الدوحة مسافر لمدة أربعة أيام، ثلاثة أيام وآخر يوم تصلي عادي، آخر يوم تصلي عادي، متى راجع. زين أنا الحين ما أعرف متى أرجع، طول ما أنت قاعد الفترة أنك تكسر تجمع عادي. أنا ما أعرف متى أرجع، بس أنا أروح وأرجع، أروح وأرجع وأروح، الله أعلى وأعلم، الله أعلى وأعلم. طيب هذا السؤال الأول. حلو، السؤال الثاني. السؤال الثاني وش قلت له؟ قلت له يا هاني، لنفرض مثلا إحنا رايحين نصلي العشاء، صحيح كنا رايحين نصلي العشاء، قلت له لنفرض يا هاني إني أنا ما صليت المغرب إلى الآن، ايش اسوي؟ تصلي العشاء، ايه فرض اللي حضر الاول، حلو، بعدين تصلي تصلي معانا التراويح بنيه المغرب. انت يعني اصلي القيام الاول ركعتين، صحيح، وفي القيام الثاني ركعه واقعد واسلم، صحيح، ده قول. ايه القول الثاني انك بعد ما تصلي العشاء وتصلي المغرب تصلي العشاء ثاني عشان الترتيب. صلي العشاء مع الإمام، مع الإمام، وارجع أصلي المغرب معانا في التراويح، معاكم في التراويح، بعد ما نخلص خالص صلاة صلي العشاء ثاني، أرجع أصلي العشاء مرة ثانية عشان الترتيب فقط لا غير. والله أعلم وأعلم، والله أعلم وأعلم. صح، شوف طبعاً إحنا بحثنا في الموضوع، صحيح صح هاني. الأول بس بمشارك لازم تعرف شيء، أن الصلاة ما لها اي عذر انك تاخر، طبعا طبعا ما لها، لكن احنا نفرض ايه؟ نضع افتراضات، اي لا سبحان الله الناس، لا لا ايوه، لان احيانا لا احيانا الناس تصادفها ظروف فيضطر، صح، فيقول لك البعض يقول لك لا انا اخليها لبكره اقضيها، صح بكره، صح، تعاملها نفس النبي صلى الله عليه وسلم تعاملها معامله الناس. زين اذا ذكرت تصلي في اي وقت. زين احنا بحثنا وفي مواقع مختصة في هذا الجانب اللي هو الإسلام ويب، ولقينا إجابة. نشوف كلامك صح ولا لا، أوكي؟ يلا إجابة عندنا، بالعكس نستفيد طبعا، بارك الله فيك. هذا شوف يقول لك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فمن فاتته صلاة المغرب ولم يصلها حتى أقيم لصلاة العشاء جاز له أحد ثلاثة أمور. الأول أن يدخل مع الجماعة بنية المغرب، فإذا انقضت الركعة الثالثة جلس وانتظر حتى يجلس الإمام بعد الرابعة وتشهد مع الجماعة وسلم. حلو، هذا الأول. الثاني يقول لك إذا قام الإمام إلى الرابعة فإنه لا يتابع الإمام بل يجلس للتشهد بعد الثالثة ويسلم مفارقا له. حلو. والثالث يقول لك أن يصلي معهم العشاء ثم يقضي المغرب فقط دون إعادة العشاء. إيه كله جايز، صح، هذه الثلاثة، صحيح. يعني الأخيرة اللي أنت قلتها إنه صلي المغرب ويصلي العشاء ويرجع يصلي المغرب، لا وده في أقوال متفق عليها بعد، معاند بعد، لا مش معاند، ها ما عاند أنا،
الدين مش دنيا يسر يعني. الله يجزاك خير. لكن أنا ما بس أبو مشاري الصلاة الشيء الوحيد النبى عليه، ما في أي عذر. صحيح. لا خوف. ما شاء الله. مثل ما توقعت يا هاني، ارفع علامة الانتصار. ايه مثل ما توقع هاني، قال في رشة وفعلا الحمد لله رب العالمين. خير خير ما شاء الله ما شاء الله، امطار خير وبركة ما شاء الله، امطار خفيفة لطيفة جميلة جدا، جعلها الله امطار خير يا رب. والله خلنا رحين فرج الاحسن. وين رحين؟ رحنا فرج الاحسن. انت يا ابني هاي تندل ولا ما تندل؟ لا هاي قاعد يندور احنا بس. أي اذا لقينا لقينا. لا لا نفسي اسمي بقول لك وين بالضبط موجود. ها وين هاي هاي؟ شوف نهاية الممشى. نهاية الممشى يسار. اوكي حييك حييك، بالضبط وصلني للمكان اللي أبغيه يا أخي فنان ما شاء الله عليه ما شاء الله عليه. بوس وش رأيك في الشاي؟ ها؟ نار والله. وش رأيك في الشاي؟ والله نار. شاي زعفراني إيراني؟ زعفراني إيراني. للآخر. للآخر. ضبط اليوم قبل السحور حبيب. عطنا هاتوا لي جيبوا لي ضحك 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 يمكن يحس على دمين على كلاش. شي يحس؟ قلت ملطش. اي لا 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 باكل وايد حرام.